تحديات العام 2018 يطرحها عماد الدين أديب على قناة الحياة، ويقدم قراءة عميقة لتوقعات العام الجديد. اقتصاد العالم عام 2018، سلسلة حوارات هامة. Indeed, if you looked at the US economy in isolation, one would be encouraged about 2018. تناقش مستقبل مصر والعالم في كافة المجالات. إسرائيل بتخدم بهزيمة الجيش السوري والجيش المصري. صناعة المكفر بتيجي إزاي؟ ما كناش محتاجين لأي خطاب ديني آخر مع وجود الأزهر العريق. 20 مسؤولا وشخصية هامة. وزارة الهجرة والمصريين في الخارج جاية علشان تنشئ التواصل ما بين الدولة وما بين المصري. يفتحون أخطر الملفات للإجابة على الأسئلة الصعبة. فاتورة الحياة في 2018، الأسعار لنفس الجودة ولنفس التعبئة واحد. اللي هيحسن الأحوال لكل المصريين انخفاض التضخم. انتظرونا فقط وحصريا. عماد الدين أديب مع الدكتور محمد العريان، الخبير الاقتصادي العالمي، غدا 9 مساء على قناة الحياة.